صباح النور، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جينا لصالون الابتكار في الصناعات التقليديه معرض الكرم. حتى الوقتاش من 24 ماي حتىكش 2 جوان، مازالت عندكم جمعه كامله. احنا اليوم هذايا نهار الاحد، والمساند الرسمي الكوثر بدر. بدر ضحكة ضحكة للجمهور العريق يتفرج فيك. وكما العادة هما ديما يحطوا بلان غادي يبدأ واضح. لهنا عاملين أول آن أخذ تابل، أخذ لتابل تزويق الداخلي والخارجي، فنون الطاولة، زربية المفروشات والنسيج التقليدي، فضاء الجزائر، الأول دو ديكوراسيون انتيريور اكستيريور، الافاس التقليدي، اللباس واكسسوارات الموضة، العطورات، تقطير الاعشاب، الزربية، المفروشات والنسيج التقليدي. الاول تخوا شنو هو ذي مشخشخ؟ فضاء الاولمبياد، فضاء الاستلهام والموروث الحرفي، فضاء التقطير الفني، فضاء هدايا الباعثين الجدد. اسمع ننصحكم اللي يحب حاجة ارخص يمشي فضاء الباعثين الجدد، خاطر يعطيهم ستاند بلاش، وبالطبيعة باش تلقى اسوامهم ارخص. ننصحكم اللي يحب يبدأ بالاول تخوا. فضاء حرف المهارات من الجهات، هيك المساندة، فضاء ذوي الهمم. عندهم زادة حاجات مزيانة على الاخر واسوامهم ارخص برشا. المواد الاولية والتجهيزات، التذوق المحلي، الحلويات التقليدية. احنا باش نبداو بالاول دو خاطر مرت خالي غادي. هاي الى مرت خالي. الروائح الفائحة، ما نحكي لكم مش على الروائح، ما فحهم. هذه البلاصة كلها حاجات مقطرة ودي برودوي كوسميتيك وصابون وأجواء. مش يحكي نلقى ستاندك بالنوار والأجواء والفازات. نصور من نحن ماشي. نوع اللمس رجل ما خاطر فم برشا عبيت مس برشا. هاي لبسة المهدية يا عيني يا عيني. القفاف هذوما حاضرين في كل معرض، هذوما عرفتوهم. نورمالمون هذيك التليله نتاعها، هذيك نورمالمون بالتليله نعرفها نورمالمون كان مانيش غلطة. لا مش هي، لا مش هي طبعا. هاي مش Thank you.
نجيبوا لك عيله كامله. اه صايب لك يا صاحبي، مرحبا عيله عايشك. بس عليكم الحمد لله، جبنا لك القهوه راهو حل حل مد القهوه. عايشك عايشك. وين موجود؟ انا في الدار. اه احلام دخلت اللبسه المره هذه. عيني عيني. وين هم الكليبات؟ مش ضاوي. شوية لسوية ميش الحمرة هذية معها 450 سنت لوحدها باست وحده والفردة خاطر كل كليونت كيفاش تحب 50 مزيان يهب المحلة عاملة كريم فضة هذا هذي فضة راهو 50 دينار الخاتم والبراسلي الفردة 220 وبالميزان راح يزيد ثبت لكم بالميزان عطتني توسوم تقريبية يخرج مع السلسلة هذيك فضة فضة راهو هي سلسلتهم شنو سلسلة نجم تنسق سلسلة كما تحب نجم بعض البنات تحبش أما الخاتم يخدم بالعكس شوفوا شوفوا حتى الفردة هذية زادة مزيانة على الآخر فينو والخاتم هكا طلبته ياسر فينو قديش الفردة هذية أحلام؟ 170-175 شبه أرخص من الأخرى خاطر أقل قرماش هذه توزن أخف 170 والخاتم 50 تنجم زادة تبدل تاخذ عليها باب دودة تعمل ربيل للفردة إذا كان هذا تقصد لا تمام دودة أفيد عندي الدودة هكا شوفوا هيا الفيسبوك فينا أكسسوار باي أحلام وشوفوا وش حاطة الانستغرام موجود عنده انستغرام اكتيف اما مش طبعته لما شنو مسميته هاتو فيانا عودة عودة هاتي هاتي الخاتمة اهما احلام ضحكتني قطي فما واحدة جيتها كليون تحكي يا حترة كليون ما تعرف ايش ديما يقولوا لها يعطيك دودة يعطيك دودة قطي صار هما على الدودة هذي قطي لهم على الدودة هذي يا اخي خديت بارير كامل دودة اسمع سيدك ورينا وينو البارير كامل هذا كيما هكا خديته وي دودة بارير كامل دودة هاي الدودة سيدك اما قطي نورمالمون كي يقولوا لي يعطيك دودة هما يجيبوها لي الدودة باش نشريها فما زاد فينو على الاخر تخرج زاد مع الخاتم هذايا قديش هذه احلام البراسلي؟ البراسلي 95 هانا عطيتكم ال 95 ال 170 ال 220 وراهو هذا فضه عندها راهو النحاس مغادي عندها زاد حاجات مزيانين اما زين نوريكم في الفضه تفضلي قيس المقياس على المقياس نغني هاي مغنيه وسيدك هذه مرت خالي في العيد راهو في العيد الصغير وقت نشطحوا لا مش تحت شنو نشطحوا توا خليناها بالشتي حصل هذا اللي يحب المقياس قداش هذا يا احلام 630 630 والفينو هذا اللي اصغر 650 اكبر تاع ما سمحشين هذايا عارضه عارضه اثقل معناها باهي شنو تنسق معاه هذا مثلا الا تحب كل شيء موجود تحب حاجه نتاع تليجو تحب نتاع مناسبه اي هذاك جاني موجود لي باك الشواف اللي باك موجود برشا هاولي هاولي باك ها محلاها اللي اخترت هذوما حسيتو يخرج على النوارة بالضبط اذا قديش الخاتم توريني 75 خاتم فضي ممكن اكثر هذا ممكن نحطو غادي شوفوا البلو اني في العاده راني ما نحبوش البلو الجمله اما هذه جبت انت به على الاخر عسلامات تفضل عسلامات وهذه البراسلي قداش احلام البراسلي وريني 175
البراسلي 175 والخاتم 65. 65 ديما نقول براسلين، فهمتش عليا الفردة المهمة ذيك اللي تشوفوا فيها هاني فردة مزيان. أول مرة تعجبني حاجة زرقاء رغم إني منحبش الأزرق. هذه بقداش أحلام؟ لا تصور بها أنت، قداش حطيتها؟ جوبرو ديك 210 هذيك مزيان 210. يجيو المرت خالي تفرح بيكم احلام. اسمع كيما فرحت لي باللي بعثتهم لك قبل في سوسه، مرحبا بالنسبه تفرح لي بهم الكل، نفرح بك ليونات الكل. اي هنا جاوا راهم متابعين قبل، متابعات قبل، وفرحت بهم على الاخر. وحتى المتابعه والله كتبت لي تعاليق وفرحانه فرحانه على الاخر. قالت لي هذيك اللي قلت لي قعدت تضحك معاها وكل فكرتها هاي هذيك زيد تفرح بكم. المهم هذه بقديش؟ هذيك 65 65 65 هذيك كيف 65 حجر من حجارة الكريمة معناها. البيير أعطيني الأسوام الأسوام هذوما 75. واللي عنده أي استفسار على سوم حاجة يعمل كابتور ويبعث لي على الانستغرام ولا على الفيسبوك. شو محلاها هذه الروز؟ قديش هذه احلام؟ وعندها زيد اللبسة هذه ب 300. ثم في اللون هذاك سلسلة. وهذه 320 تقريبا ونزيد توزن لكم راه باش تثبت مسون خاطر فضة. اعطيني هذه بقديش؟ هذه الخاتم 65 والبراسلي قديش يا حلام؟ 230 يهبلوا ب. فما بوتليفه زاده هذه بقداش البوتليفه؟ حكم مكتوب عليها انظروا الشفافيه 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 كل شيء مكتوب 220 هذه فضه كلها فضه خفيفه باهيه اي خفيفه ما تقلقش مش عليك مش لابس. او لهنا هكا الالوان في الموديل هذايا. وقداش قلت لي هذوما حلام 300 وجمعتي قداش قداش طايحه نفرح بهم بالباهي. اعطيني سوم 250 اللي باش يجيها من عندي يعني 250 هذوما. وهذوما احلام قداش؟ هذي شبيه هكا انا نعم بدري يفكر فيها حاسه معوجه ما حبش تستيرها. هيا لالا احلام خلينا نمشي نتفرجوا شويه. ربي معك سلام. مش جست نصور هذيك باش نفكر باهي مش مشكلة ديجا موجود في الانستغرام هذيك في الانستغرام عندي شين يوتيوب فما التابلو هذي عجبني على الاخر جست نحكي ايه فما التابلو هذي اكثر واحد عجبني لهنا عند ايناس جمني هاي جالري وينو الانستغرام الفيسبوك نتاعها جالري بانتور جالري بانتور معاود مارتينا. هذيك قداش قلت لي سومو؟ 800 وعندها زيد منه اصغر نفس الموديل شنو باهي هذي قداش؟ 600 وتساعدنا وتوا لقيت فخار سجنان تعرفوني عاد انا مغرمه فخار سجنان اشنو باش ناخذ ويني عجبتني زيزو هذي بدري ما خلينا ناخذها كبيره ولا صغيره ناخذها كبيره ولا صغيره اما هذه اصغر ناخذها اصغر خير زوزو
عاملة زادة شوف البراد تي معاها الكيسين نتاعو ومعاها الوحدة نتاعو بخمستاش. قلت لي هذي الكل بخمستاش هذي 5000. قلت لي ولا قداش؟ ستة آلاف. هذي بستة آلاف هذي بقداش؟ خمسة آلاف. هذي كل 5000. ولا قداش؟ تحوت راه حوت والاخر وين استاذ؟ انا هي حطيته لك تبع وري راح نصوروا هذا بكري خاطر عجبني قلت لها خبيه ولي عجبني كان هذا في العيد يا للعاد نبداو نبخل ونعاد وين خنوريكم مسالش نصورك باش يعرفوك مسالش هاي مونجيه اسعيداني تخرب لامي فما طنجرة أو كسكس لا هذا أكبر طنجرته أكبر كسكس قد أما طنجرة أكبر كسكس دي ما ثبتوا كي تأخذ النقوب نتاعو واسعينة ويبدأوا منقوبين شوفوا مثلا فما النقبة ذيك مش منقوبة أما الأغلبية الأخرين كل منقوبين عمني ورخديت كسكس اللي مش منقوب أكثر من منقوب في ضربة بدر في ضربة ريتو ده انا اي مش مشكل ده عجبني هذا استني وهي خالتي امنه انت عم ناول يا خالتي امنه تحيتي سلمنا على بعضنا هاي الطنجره هذه خديتها من خالتي امنه عم ناول راحي باش نحكي لكم صحيحه بالقديم ما شاء الله والله هايله شره هايله راهي خدمة خالتي امنة ما تخونا على الاخر تشرها لا تشقت لا صار لها حتى شيء. قديش هذه؟ هذيك 25 اكاها غليت 5000 معقول اما حاجة باهية راهو الحق حاجة باهية فما موديلات اخرى هذه الموديل شبه برشا اللي خديته اني فما هذه الحوتة سيرش وفما هذه زادة مزيانة واللي حبوا بلاش زينة قداش اللي بلاش زينة؟ 20 هذو ما سامبل هكا فيها شوية فازيت من هنا وبالحق خذوا من عند خالتي امنة عينيكم مغامضة راهو لا يتشقق لا يصير له حتى شيء عنده زادة في النهار فزوات نبر صافي اللي صور يشري هاي انا حكيت لهم عاد على الطنجره نتاع مناول والله ما شاء الله نطيب فيها عم طوله عنده حاجه باهيه والله هاي الطنجره يجي خذوا منها هذه وهذه هاي خذوا ونسيب للبر خاطر وجه البال فلوسي باهي فلوسي باهي الحمد لله فلوسي باهي والله واجد باهي عايشك حتى انت ما شاء الله خدمته بالقديره راني عامني وخديت من عند الناس الكل وسلتك باهي ان شاء الله بالحق من غير مبالغه ان شاء الله عندها برشا حاجات راهو خدت من عندها مش كان الطنجره راني بدنا طلعت من الطنجره هو ها؟ البنة طلعت من الطنجرة صار البنة في الطنجرة خلك مش منك مانا مش مني هو كي تحط في الطنجرة كي تيب كيما من اللون كيما من فوق لا لا هو ذيك أنا جربنا هي ما عادش تطيب الحاجات مرقة الجلبانة طيبت مرقة جلبانة بالعلوش صح هراي اسمع لا عمري طيبتها بالحق والله في وحال الاخر الماكلة في الفخاء المهم ما تنفخوش في الماء كما قالت لي هي قليو في الزيت هكا ولا اول استعمال قليو في الزيت ومن بعد كي حكيت هكا ليني يغلي كل شيء ومن بعد كي نحيوه الزيت هذاك وهاي عملت زادة طنجرة وكسكيس هاي حاب شو نصور يا للي عملت طنجرة وكسكيس كما اللي خديتهم من عندها عمنا ولا خديتهم هذوما خاطر عم ناول راهو خذاو من عندها برشا هي واللي بجنبها وقت هاي خالتي شكون انت؟ هاي؟ ها اسمك؟ الاسم؟ ها فجري ها ولا هذيك امنه
هذه آمنة سعيداني اللي خليت من عندك. أنت وين ورقتك؟ ها وين ورقتك؟ شو اسمك أنت؟ فجري. فجري. نصور. نصور يا للا شو عندك يا للا؟ ها ها. ها. هاي اللي حب يبخر. هاي لها تعبكم. تعبكم. مش زين؟ لا خذيه توفيت انت عبخو فما هذوما محليهم ليك غباي مزيانين وفما هذه يعني عجبتني قاعدة نخمم عليها طيب عليها الخبز هلا طيب ها قديش قديم ها 15 مش ياسر 15 مش ياسر اشحنا الخمسة كنت هزين الحنوت واش يجيبوا؟ واش يجيبوا لي ها؟ ها؟ مش تاخذي؟ هاي ها توني احسن نشوف واحد داخل ها ها هاي اعطيني نختار ها ها ابدري تختار لي احسن واحد في هذوما ياتي هاي شنو هي هذه قلت لي خالتي تجي على هلاو ملاوي من هنا هكا تدخل لا النار منها تدخل النار هكا تدخل النار من هنا الفحم ولا العشاء هي طيب عليها الخبز واللي تحب انت ملاوي هي وطيب على الغاز عادي طيب على الغاز على الكانون على اللي تحب تحب على اللي تحب المهم سخانه من اللوط سخانه هاي المهم سخانه من اللوط تسخن يسخن طيب عليها خبز ملاوي ورزينة ورزينة عصر لا هكو ما باش ما يتكسرش اي باش ما يتكسرش لا عزين باش ما يتكسرش اي يعطيك الصحة اي ان قادي هورك رهي في النهار يتكسر صحيح اي بالعكس نشكر فيه انا قلت رزين ايش رحوة هاي واللي اللي بجنب خالتي آمنة عم ناول شو اسمها هي بنتك عالية عالية اي اللي خدمة عندها طنجرة والكسكاس انا ترى خالتي آمنة عملت لكم راهو طنجرة وكسكاسة صورتهم بكري من القريب هاي وخذيت المقلة ذي من عند عالية زادة والله شخت عليها هذه عيش ما خليت ما طيبت فيها زادة تحب شوفوا مقلة مزيانة وطيب بالقدا زادة هاي اختار لي عاده بدر وحده باهيه اختار انت هذوما الطنجره والكسكاس اللي خديتهم عم ناول ها نصور نصور ها ديما ثبته في النقب قداش الطنجره والكسكاس انا هم كوب كوب عم ناول خديتهم ب 15 عم ناول كان شويه ب 30 بدر عطيني خليها خالتي ايه من احسن واحدة فيهم الكل مشيش يتغشوا الاخرين يغزوا يضحكوا اي ورينا خالتي ايه قديش هذية هذية بالثلاثين خمسة وعشرين تلي عاطوا يتفجعوا لا بيتفجعوش يهديك ربي مخدومتين طبيعي تين سجناء اللي عاملين لهم صوم برشة برشة والله يتفجعوا على خاطر كما هو الصمرة وما ما هوش صمرة خلي على 20 20 هاي تاخذ تربح هاي خنوري بالقدام ان شاء الله هذه نطيبوا فيها برشا حاجات كما طيبنا في الاخرين هذيك بالحق ننصحكم خذوها هذيك لازم تاخذوها وتشوفوا المرقة الجلبانة بالعلوش وتشوفوا الدنيا الكل ما فيها حد شيء خدمة طبيعية اي لا فيها لا اخذ شيء هذه الزينة زينة على برا هاني بزيت القضوم زيت القضوم زيت القضوم فسرتونا عاد عم ناول تنخلي لكم ارجعوا وثبتوا في الفيديو نتاع عم ناول ان شاء الله ان شاء الله وعندها كيفة في الصغير ها قديش هذه صغيرة فما 15 فما حتى الأصغر منها في العشرة فما 15 فما 10 يجي والمهم خذوا تتفرح بكم إن شاء الله فما منهم في 12 راهو هنا فما 12 هاو فما 12 كيف هاو هذه زادة خذيت منها من عند عليا مش من عند عليا من عند واحدة أخرى زادة محلاها هذه في التطيب والله تشرف قداش هذه؟ هذه 10,000 10,000 نزيد ناخذها زعما ربي ها لا مش تنوي فيها حاجه لا يعني فيها كسر ولا حاجه لا 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 خالتي امنه ما تغشكمش راهي حاجه فيها كسره ما تعطيهاش ما توريهاش ما نجيبهاش مره استنى هذه ما تجيش
هي على هذا وفما الطنجرة هذه زادة محلاها. ملول حبيت ناخذ هذه أما حسيتها صغيرة برشا بغطاها زادة هذه يا أخي. خالتي أمنة مدت لي هذه. شوفوا مزيانة. شوفوا 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 ما شاء الله ما شاء الله. هذه بقديش لجماعتي أنيا؟ 25. 25 حطها لي هذه زادة هاكي. وعليا شخصيا لقيناها راهو عليا نتاع عمي ولا اللي عرفناها بالبنت خالتي فجرية. فجري ماني حفظت لسه. ها هو الطنجرة والكسكاس نتاعها هما. وقالت لكم نحسب لكم الصوم نتاع عمي. هي قالت يا خياني يعني ما قلتش. قداش صوم عمي ولا لا كيما تعرفي يما 15 هذاك هو. قالت جماعة كوثر لعب لي. لا بلا نفرح بيها معكم السومه ذي. والله لا تقاو في حتى بلاصه. ربي يستر ما تقاو في حتى بلاصه. هكا هنا نركزوا شوي على العرايس شوي. ايش كاني من العرايس ركعتني من العرايس. ربي يديك ربي يا استنى حد ليه ليه. هات المقله ذي بقديش عاليه؟ 10000. 10000 لكن تفتوش الكلمة. 10000 هذه عادة شفتها في الفيديوهات ديما نقلي فيها ونطيب فيها اللحم مفروم والكبدة والدنيا الكل. ما شاء الله يعطيك صحة يا لالا. هذا الحوض هذا الحوض هاي كتلي لي يمنا. قديش هذا يا علي؟ 10000 فقط فقط يا فقط. كانون بخروا للعيد يا بخروا. الانواع كل موجودة كوف. هاي ما عندها زادة هذومة. بقديش هذومة؟ 7000. مش 5000 هذي؟ 5000 هذي 5000 هذي 5000 هذي يجي ولهنا تفرح بيكم. عالية عالية شيش ما يلقوك وش عالية؟ انا راني جي من الخدمة ما دي ساعتين. من بعد ما دي ساعتين تلقاوها هي تعطيكم السوم هذي اللي يقولكم الطنجرة والكسكاس ليه مش بخمسطاش. مدولوا الفيديو ووريوه خاطر ما هي في الصباح مش موجودة. قل لما قل لما باش يبدا في باله. هاي دابا راني ديما ما تسكنش البعض موجود. حاجك يجيوك على هذيك بخمسطاش هذيك من بعد باهي يجيو صحابك. بلاكا مالك عملتش بلاكا؟ ها؟ عملتش بلاكا سنة؟ باهي يا سيدك. هذه قرحني سيراميك ديجا. وين؟ بحذا البيبيت باهي. قول قديش احنا يلا؟ قول دو دلوقتي. باهي في الاول جوست بحذا البيبيت هيك البيبيت مغادي. هاي الكارت بيزيت ديجا صورته لكم عمني ولقيت له عنده سيرفيس الكل. هاكا كارك انستغرام عنده الانستغرام كيف كيف. كارك انستغرام الانستغرام نتاعو موجود في الحبيب ثامر نابل سوق دو لارتيزانا نابل روت تونس نابل زاده ويعمل ليفريزون دوميسيل. كما فرشتوا عم ناول المتابعين لقدم خذيت من عنده السيرفيس هذايا. اكيد عادوا تتفكروه ديما نصور فيه السيرفيس هذايا. وفما بالطبيعة كيسين تكسروا منجمش يتعدى العام يتكسروش كيسين. زدت رجعت زدت تخذيت الكيسين اللي تكسروا لي زدت تخذيت زدت صحونة هذوما صغرونين هذوما زدت محليهم. قلت 7000 ولا 8000 هذوما؟ 7000 هذوما 7000 للصغار. وفما البلا هذوما ب 4000 وديجا ماخذ سيرفيس كامل. وين هو؟ اهو ماخذ سيرفيس كامل هكا وماخذ سيرفيس كامل تاي وماخذ هذه نتاع الزيت وماخذ هذه نتاع الشوربه. مش ناخذ التاخر نتاع الكسكسي. وين نتاع الكسكسي؟ اهو الطاجين هذي نتاع الكسكسي زاد خذيته وكاو جست كم. والحليب وينهم؟ اهم خذيت الحليبات هذوما وهاني عاودت خذيت توريهم نوفيل كوليكسيون هذوما عنده زيد نوفيل كوليكسيون. احنا حابين الحقيقه الموديل هكا اقرب للزمني. عنده زيد النوفيل كوليكسيون هذيا تيك توك
صحيح ولا لا؟ مش ياسر تيك توك يوتيوب. اه اسمه يوتيوب. يوتيوب صحيح. راح نصور شويه هكا تفكرونا الجماعه. خديت منهم زاد هذوما نتاع الدقله محلاهم زاد. عنده برشا موديلات هاكا ايجي ويفرح بيكم بالطبيعه. ها اوكي. وتوا نمشيو للتقاليد وين وليد بن غربيل عنده فيسبوك تقاليد هاكا بالعربي وبالفرنسي. في النابل موجود. مازالش نصور هذا فما تابلو هذا عجبنا هو ب 720 وتعمل لكم ريميكس عندها 10% نقول تعمل 10%. فما زاد هذا مزيان عجبني. هذوما اكثر زوج وحيد عجبونا يعني وبدر. وعندها بالطبيعه موديلات اخرين ها وعندها اصغر. شوفوا مثلا هذا زاد ياسر مزيان اصغر 390. هذوما كلهم في مارا هما كلهم بانتور. هذايا 620 قبل السول. يعطيك الصحة لالا. مزيان مزيان. تقني أنا منهم هذوما في داريا. أبدر تتفكر حضرت عليهم أنت هذوما. يا حسرة. هذيك اللي يبدا عنده فكره يحب يسجلها باش ما يسرحها له حد مثلا هكا. وين يمشي بالضبط؟ هذا بعد ما تلقى المصرف هكا السنه هاي سوتوتات الساعه وتقرا ولين تعد البروبريتي اندستريال فيسبوك نتاعهم هاكا جي ام دي ديكو والانستغرام فما تيري هاكا نوامر عجبتني هذيك. عجبتني الطاولة هذي دوري معها النواق. عجبتني المراية هذيك. وفي اخر وقت عدينا الهذومة عجبني هذيك نعرفش شنو اسمه فوسته شمعة ومعاه زوز وردات هو ب65 اما طيحت لي راهو. وكمانديت زادة الطاولة هذية تشوفوا فيها هكا ريكتانجولير على اللوفال تظهر كينها مغبغ من الفوق اما هي اون ام دي اف. والساقين نتاعها كما تشوفوا فيهم دوغي نجمو زادة فما الموديل في النواغ في مغبغ من الفوق وفي النوار من اللوطة. النوار تبدأ معها طاولة كيما هذية البلارتها نوار أما اللي في الدوري البلارة ترانسبارون هكا فيمي شوية. وعجبتني زيد المرية هذيك نعرف مش واضحة بالكدي أما إن شاء الله كيوصلوا لي للدار نصور لكم أوضح. المرية هذيك ظهر لي قتل 220 حاجة هكا وزوز طويل مع بعضهم قتل 390 خليلك 350 الحاجات اللي وريتهم لكم الكل طلعوا لي في 600.
ان شاء الله كيوصلوا نصورها لكم. وكيما ريتو كملت خديتك شوية كيسين من اللي تكسرولي عمناول من عمناول معناها، وشوية صحونة نلقى عندهم صحونة صغرونين كيجيو للصغار خير من نحط لهم في صحونة كبار، وإلا نحط لهم في لون آخر عرفتو هيك يبدأ كل شيء متناسق، وإحنا نأكلوا فيهم على طول العام. رانا ما نمشي كنش في رمضان يدخل الغسالة عادي، ما صار لهم حتى شيء عام كامل، ما تبدلش لونهم جملة، الكاليتي نتاعهم تحفونا على الاخر. وبطبيعة فخر سجنين زيدا كما شفتوا معني المتابعين القدم والكل قديش نشيخ عليه فخار، ملي فخر سجنين ملي اكتشفته عم ناول وبالحاق يعطي فيحة وبن وريحة للماكلة مش عادية. دوك زدت خديت قطعات اخرين، وان شاء الله ربي يحيينا بخير ونشارك معاكم اشنو اللي باش نطيبوا في الفخار سجنين. ونبدا عاد نقولكم وكنشوفوا كل ريحه وكل بن، صدقوني راهي هذيك هي الحقيقه، واللي يجرب ويحصل ما عادش ينجم يبطل ما يشريش منه. وتو ما بقالي كان باش نقولكم شكرا على حسن المتابعه، ما تنسيش عاد تشجعوني شويه لايكات وشويه ميل، ندبر لكم هكا في اسويم وتخفيضات والدنيا ما تبخلوش عليا عاد باللايك، مش نقعد كل فيديو عاد نقولكم ما تبخلوش. كهو توا الى اللقاء بالسلامه.